طبعا ضفت حبة مية صغيرة قوي وبدأت اهز. تعالوا نشوف ازاي بنقلب البوهي يا شباب. شوف الضغطة دي كده اهو، بقفل المسدس من قدام وبدي ضغطة خفيفة، بيبدأ يقلب لي اللون جوه او يقلب لي الورنيش اللي جوه في المسدس. هنا انا جبت اللون الفوشيا الاحمر الفوشيا اهو، وخلي بالكم الاحمر ده الصبغات دي في منها الاحمر احمر بيديني الاحمر درجة الاحمر فعلا، وفي منها بيديك اللون اللي هو الفوشيا زي الخلفية اللي ورانا في الصورة. شوف انا بقفل المسدس من قدام ازاي، وبسند البنتة بتاعت المسدس الكوز اللي فوق ده، وبضغط ضغطة خفيفة على المسدس، ما بضغطش ضغطة جامدة، بيبدأ يقلب البوهية، وادي اللون هيخرج قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل اصدقائي واحبابي مشاهدي ومتابعي ومشتركي قناة رسم محمد عبده. على الحب دائما نلتقي وفضل تعالى لقاء جديد مع رسم وردة 3D. ولكن قبل اي حاجة ان شاء الله اشتراك في القناة لو حضرتك ما اشتركتش، وكمان لايك اسفل الفيديو وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد. شباب زي ما وعدتكم باذن الله تعالى، كل المتفاعلين مع القناة بشكل كبير قوي باذن الله تعالى لهم تحية والشكر والتقدير، ومن هذا المنطلق انا بتقدم بخالص الشكر والتقدير والتحية، لمسة حب ولمسة وفاء وكلمة شكر بنقدمها لاخواتنا في سوريا الحبيبة، اخويا خالد ابو يزن واولاده، الابن الاكبر محمد ابو يزن والابن الاصغر حسن ابو يزن. الحقيقة اسرة جميلة جدا، يا رب يعني يحفظهم من كل شر، ويا رب يبارك في الاولاد يا معلم خالد ويبارك لك فيهم كلهم. اخويا خالد اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده نور على نور في وجهه. وكمان الابن الاكبر محمد ابو يزن ما شاء الله ربنا يعني يبارك فيهم، وكمان الاصغر حسن ابو يزن بسم الله ما شاء الله. الاسره الجميله الاسره السوريه الجميله المخلصه حقيقي في يعني تواصلهم مع قناة رسم محمد عبد، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. اقل شيء يعني انا بقدم لهم الوردة بتاعت النهاردة دي هدية ليهم. وفنان خالد ابو يزن من الناس المحبة جدا لقناة رسم محمد عبد، والرجل لا يعني يتأخر في تقديم اي دعم للقناة، وهو سفير للقناة في سوريا الحبيبة، وكمان يعني دائما يعطينا من الكلمات اكثر مما نستحق، جزاه الله كل خير وبارك الله. الوردة بسرعة هنجري شوية في البداية علشان يعني الفيديو ما يطولش، ولكن انت طبعا عندك الخطوط بتاعتك جوه في الوردة موجودة وانت عارفها كويس، يا اما بترسمها بالقلم الرصاص تاني وبتبدأ تعيد على الخطوط دي وبتوزع بشكل خفيف قوي، يعني بحيث ان الوردة ما تتمص منك وتتملي منك كلها. احنا بنحاول كده نحافظ على الاطراف بتاع كل ورقة نكون لونها ابيض فاتح، وباللون اللي دربناه على ورنيش زي ما حضراتكم شايفين. وجربوا كده تلونوا الوردة بالورنيش المائي، هتحس وكأنك شغال بالوان دوك، وبتنشف بسرعة وجميلة جدا وخفيفة في المسدس. يا شباب الوردة بتاعتك انت بتكون مخططها بتباشير او بالقلم الرصاص، وبتمشي على الخطوط بتاعتك بمسدس الرش زي كده كأنك بتحددها، وبتبدأ تخف اللون شوية بعيد عن مكان التحديد ده، فبيبان لك مكان التحديد ان هو ظل للورقة. طيب احنا عندنا هنا هنتكلم على مرحلتين مهمين قوي في الوردة، في تلوين الوردة طبعا، في وجود الأسرة الكريمة أخويا خالد أبو يزن وأولاده الجمال ربنا يبارك فيهم، الفنانين إن شاء الله فنانين المستقبل اللي ربنا يبارك فيهم ويصلح ما بين يديهم بإذن الله تعالى. طبعا شباب الوردة زي ما بقول لحضراتكم فيه لونين أو فيه مرحلتين في تلوين الوردة. عايز أتكلم على أعلى جسر للإضاءة وأعلى جسر للظل. زي ما استاذنا وحبيبنا اتكلم قبل كده الاستاذ مصطفى جوهر في رسمه لوردة 3D، واتكلم بنفس الطريقة، وانا برضو يعني لما شفت الفيديو وجدت ان الرجل بيتكلم بطريقة اكاديمية جميلة جدا، ولكن انا هحاول ابسطها شوية. يعني ايه جسر ضوء ويعني ايه جسر ضل. جسر ضوء يا شباب يعني هنا بقى
هبدأ أتكلم بقى على موضوع أعلى جسر ضوء وأعلى جسر ظل. هنا لما باجي أقول أنا بعمل إيه دلوقتي في المرحلة التانية، المرحلة الأولى إحنا حددنا كل ورقة، وزي ما أنتم شايفين المعالم بتاع الوردة غير واضحة بالمرة أو مش واضحة بنسبة 100%. أبدأ باللون الأبيض وأعمل عملية تفتيح، أهو التفتيح بالأبيض زي ما أنتم شايفين. ركز بقى في هنا في المكان ده، دي مرحلة التفتيح ممكن تيجي معاك على مرتين وممكن تيجي من مرة واحدة. أهم حاجة مدى إنك قدرتك على إنك تتحكم في مسدس الرش، وهتبدأ تلاحظ إن كل ورقة بتبدأ كده إيه تاخد الارتفاع وتتنفخ النفخة بتاعتها وترتفع بعد ما بتدخل في باللون الأبيض وتفتح يعني. كلمة أعلى جسر ضوء هنا زي ما أستاذنا وحبيبنا الفنان مصطفى جوهر اتكلم في فيديو خاص بيه قبل كده، اللي هي أعلى منطقة بيصل إليها الضوء، فدي بتكون درجة الضوء فاتحة فيها شوية أو بتكون أعلى من أي مكان تاني في الضوء يعني. ومش شرط خلي بالك إن أعلى جسر ضوء يكون هو ده أعلى إضاءة يعني، ولكن حسب الإضاءة العامة في الوردة يعني، حسب توزيع الإضاءة بشكل عام في الوردة. لكن برضو بالمثل احنا عندنا هنا اعلى جسر ظل، في جسر ظل وفي اعلى جسر ظل. اعلى جسر ظل اللي هي المناطق اللي ما بيوصلهاش الضوء ابدا يعني، الضوء صعب يوصل لها، فبيكون الاضاءه الظل فيها شديد والاضاءه فيها ضعيفه. ومن هنا بنتكلم وبنقول باللون الابيض بنبدا نفتح الحواف بتاعت الوردة، كل ورقة بورقة كده، بناخد كل ورقة بورقتها كده يعني. انت عندك الورقة دي تعتبر وحدة موجودة جوه الوردة، فانت بتمشي واحدة واحدة، او زي ما بنقول واحدة واحدة، لكن هي هنقول وحدة واحدة لانها بتتكون من مجموعة وحدات اللي هي مجموعة اوراق ملفوفة على بعضها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الوردة في مضمونها ممكن تاخد معاك 5 دقايق لو انت متمرس قوي في تلوينها، في بتكلم على مرحلة التلوين يعني، فممكن تاخد معاك 5 دقايق سريع سريع، وممكن تاخد معاك برضو وقت اطول مثلا 10 دقايق او ربع ساعة لو انت مثلا عايز تشتغل براحتك وتظبط مسدس الرش في ايدك والوردة تطلع معاك حلوة. اهم مرحلة بقى في الوردة هنا منطقة قلب الوردة. منطقة قلب الوردة يا شباب اهو عندك كده، في مناطق بتلتقي فيها يعني كل ورقتين بيلتقوا مع بعض بيعملوا لك تقاطع كده زي 7، رقم 7. لو عملت بصابعك كده حط الحبة أوراق اللي هي الورق الشجر، الأوراق اللي حوالين الوردة بالشكل ده، بأي شكل بقى تقدر انت تشغل أوراق الشجر دي اللي هي حوالين الوردة مفيش مشكلة خالص، وفي كل الاتجاهات براحتك. الشغل كله هنا بيكون واخد شكل حر شوية، ما انتش مرتبط باتجاهات محددة. اهو وادي ورقة كمان من هنا، بس يهمنا قوي العمق او الساق اللي هي شايلة الوردة، لازم تحطها بشكل جميل يعني، ما تجيش بقى فوق الدوران بتاع الارج عدل وتيجي ايه حاططها عمودية كده، يبقى شكلها مش ظريف قوي. شوف انا سحبتها فين، بدأت اسحبها هنا ايه وجايه من رفيع، هتروح بقى على تخين، هتتخن في الاخر كده شويه، نتخنها من هنا في الاخر شويه. وبدات اجيب فرع كده طالع بيدي 3 دي معايا، اهو فرع كده طالع منه فرع صغير كمان، شكلها كده بقى ظريف قوي لما خدت انا العنق او الساق اللي شايل الورده خدتها بزاويه بتميل في نفس اتجاه ايه الارج يعني، اللي هو اللي احنا شغالين او الدوران اللي احنا شغالين فوقيه. وبدأت أسحب من الاتجاه التاني كأن دي عصاية واحدة كلها أو غصن واحد، وبدأت أسحب منه فروع رفيعة على رايحة هناك على ما فيش. وزي ما حضراتكم شايفين يعني الوردة، أبعد كده بس بالكاميرا وأفرجكم على المكان ليه أنا اخترت اللون ده، ودي الفقاعات موجودة أهي على الوردة، وما خدتش وقت كتير وطريقتها سهلة جدا، وجربوها يعني جربوها ومش هتخسروا حاجة. ليه خدنا اللون؟ اه شايف انت اللون اللي هو على اليمين واللون اللي على الشمال بالنسبه للاجناب، طبعا الاستاذ النقاش ربنا يبارك فيه الفنان راح واخد اللون اللي في النص كموني علشان يفصل بين اللونين دول او بين المكانين دول، فده يعني كانت محل يعني خلاف شويه ان احنا عايزين ندي رسمه حلوه ولمسه حلوه بحيث انها تعالج معايا اللون الكموني ده، لانه انا مش عاجبني اللون الكموني يعني، انا بتكلم على ايه اللي هو صاحب المكان يعني. ف
علشان نيجي نرسم ورده هنا على اللون الكموني كان لازم يبقى لونها باللون الفوشيا اللي هو لون الاجنبي اللي على الاطراف. اظن المعلومه كده وصلت في شباب ليه خدنا الورده بتاعتنا باللون ده، ما خدناش لون احمر مثلا او لون اخضر زيتي او اي لون ابيض مثلا. هنا انا بحط حبه ظل، طبعا الظل زي ما اتفقنا اللون الكموني بتاع الجنب مع شعره اسود. ببدا احط، شوف برش ازاي، باجي عند الحته الرفيعه في الورقه واخلي الخيال بعيد، وعند الضوء وتحت بقى من الورقه كده بقرب الخيال بتاع اللي هو الظل. خلي بالك من الحته دي مهمه جدا، الورقه ليها سن مدبب، عايز اخليها تبقى رافعه بعيد عن الحيط او لا عامله 3 دي، اخلي الظل هناك واسع، لكن جنب جسم الورده الورقه نفسه، جنب جسم الورقه نفسه من تحت بيكون الظل ما بيبقاش مفصول عن الورقه. اتمنى المعلومه دي تكون واصله لحضراتكم، راجعوها تاني. وبمشي كده حوالين بالظل داير ما يدور حوالين الفروع في نفس اتجاهاتها، وزي ما حضراتكم شايفين خلف. وما تنساش اشتراك للقناة ولايك وشير للقناة. وفي الختام بقول لكم في رعاية الله وأمنه، تحياتي لأخويا خالد وأولاده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنجيب الورنيش المائي على طول. طبعا لما بنيجي نلون الورده اتفقنا مع بعض هنلون بالورنيش افضل من ان احنا نلون بالبلاستيك اللي هو اللامع يعني. فادي الورنيش، ازازه فيها ورنيش مائي زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، وبالمصفه بصفي الورنيش بتاعي عادي خالص. والمصفه دي انا اتكلمت عنها كتير قبل كده، باي طريقه باي شكل لو مش موجوده المصفه دي حاول تصفي الخامه اللي انت شغال بيها باي شيء، لكن ما تشغلش كده بالخامه على مسدس الرش على طول، وخصوصا في الالوان البلاستيك يعني. وطبعا